أنا الآن في الرباط، وهذا أول يوم إلي بأفريقيا، أول يوم إلي بالمغرب، وأول فيديو إلي خارج تركيا. خلونا نشوف شلون جيت لهون وش ممكن نعمل بيوم واحد مدينة الرباط. مرحبا يا جماعة، أول فيديو من برات تركيا، اليوم الفيديو من المغرب، من المملكة المغربية، وتحديدا من العاصمة السياسية مدينة الرباط. ليش العاصمة السياسية؟ المغرب إلى عدة عواصم، عاصمة الاقتصادية كازابلانكا، كنت فيها مبارح بالليل، راحت علي نوم ما شفت شيء. والعاصمة السياسية الرباط، العاصمة الروحية هي فاس، عاصمة سياحية مراكش كمان راح نكون فيها موجودين. عندي تقريبا نص يوم بالرباط، خلونا نشوف ايش ممكن نعمل بنص يوم مدينة الرباط. تاكسيات بالرباط لونها ازرق بشكل عام، في عندهم محطتين للقطار بالرباط. هاي محطة الرباط المدينة او رباط في، هي اللي تجي عليها القطارات العادية، وفي المحطة اللي تجي عليها القطارات السريعة هي الرباط اكدال. رباط اكدال يمر منها قطار البراق، اسرع قطار في المغرب، تقريبا 300 كيلومتر، واسرع قطار بافريقيا. عندهم هون احسن وسيله للتنقل جوات المدن هي استخدام تطبيق ان درايف، تقريبا مثل فكره الاوبر. حاليا انا طلبت سياره على الان درايف حتى طلع لي السائق سيده. امبارح كنت بالدار البيضاء ما عملت شيء، بس شفت مسجد الحسن الثاني دقيقتين ورجعت، على اساس كنت بدي اصور والى اخره، ولكن للاسف الوقت كان جدا ضيق. حاليا الساعه تقريبا واحدة بانتظار سياره الان درايف اللي جاي. المسافه تقريبا 1.5 كيلومتر من هون للاوتيل، والتكلفه طلب الان درايف تقريبا 15 درهم، يعني 1.5 دولار. هاو بابل، هذا القوس اللي غندوزو عليه سميتو بابل، هذا قوس قديم التاريخ سميتو بابل. هي سبع ابواب يمكن؟ كاين ابواب كثير. هذا بابل، هذا بابل. وشوف الا بغيتي تعرف اكثر زور لي سيت ويب ديال لاكابس www.lacabs.com. هذا الفندق مجاور مباشرة لمكان اسمه باب العلو، يعني الباب العالي. المدينة القديمة وزنقات المدينة القديمة. رحلة البحث عن الصراف مستمرة، اليوم أحد كل البنوك والصرافين مسكرين. أحد مداخل مدينة الرباط القديمة هون. سوق الصباط، الصباط يعني الحذاء. أعرف غير الحذاء جلوس. هذا سوق باب العلو، قصبة لوداية، والقصبة بالمغربي يعني القلعة. في السابق كانت عندهم وراء هاي الأسوار يظل المسؤولين الكبار والعساكر، وهي القصبة لها قصة مختلفة رح نحكيها بعد شوي.
في مدينة الرباط المرفوعة على أمواج الأطلسية العالية، يمشي الشاعر على الشارع بحثا عن مصادفة المعنى ومعنى المصادفة. ما أجمل المصادفة، خصوصا إذا كانت المصادفة تجيبنا إلى قصبة لوداية، والقصبة بالمغربي يعني القلعة، القلعة اللي هي تكون حصن يحتمي فيه العسكريين والجيش أمام غزوات الجاية من البحر. هذا نهر وادي بورقراق، وهذا المحيط الأطلسي. نهر أبو الرقراق يصب المحيط الأطلسي، وواضح من هون صومعة حسان اللي راح نشوفها بعد شوي. محيط الأطلسي، أو مثل ما يسمون الناس هون بحر الرباط. جنب قصبة لوداية مباشرة هاي الحدائق، حدائق الأندلس. النظافة بالرباط قصة ثانية. وزارة العدل، عنا هون زنقة حلب. هذا شارع محمد الخامس، من أهم الشوارع بالرباط، وهذا بنك المغرب، زنقة بيروت. يعجبني أن معظم الشوارع الموجودة بمركز العاصمة، مكان المراكز الإدارية بالعاصمة، مسمى على أسماء مدن عربية، مثل شفنا حلب وبيروت، والآن هي زنقة بنغازي أيضا. ومن جديد شارع باسم مدينة عربية، زنقة درنة. درنة مدينة في شمال شرق ليبيا، صار شفنا حلب وبيروت وبنغازي ودرنة. نفس الشيء عندنا هون شارع عنابة، وعنابة هي مدينة بالجزائر. الرباط مدينة قمة بالنظافة والتنظيم. عام 1912 اختيرت الرباط عاصمة للمغرب، لأنه الفرنسيين حبوا تكون العاصمة بعيدة عن المدن المزدحمة بالسكان. هذا البرلمان، وهون في وقفة احتجاجية بمناسبة أحداث غزة. وبآخر شارع محمد الخامس نشوف صومعة حسان اللي راح نحكي لكم قصتها بعد شوي. وهي محطة قطارات الرباط المدينة، أو الرباط في، اللي وصلنا فيها. من الأشياء الحلوة الموجودة بشارع محمد الخامس إنه بكل طرف في بسطات لبيع الكتب بالشكل هذا، والحلو إنه في كتب بالعربية، وحتى أكثر الكتب بالعربية. الشيء الحلو إنه التراموي مبور مباشرة من عند محطة القطار. السوريين في كل مكان ما شاء الله، مزدحم. مطعم تركي، مطعم تركي والمطعم السوري فاتحين جنب بعض مباشرة عند محطة القطار. يبدو الإقبال على الشاورما السورية أكثر من التركية هون. ساحة مولاي الحسن، نقطة الاستجمام وسط المدينة بين المؤسسات الرسمية، فيها العديد من المقاهي. من أهم مكانات الزيارة بالرباط هي صومعة حسان. صومعة بالمغربي يعني مئذنة. صومعة نصفها ذهب، لا مو يعني نصها ذهب، نصها ذهب، راح اندثر انتهى. قصتها كالتالي: كان من المفروض انه يكون هون اكبر واعلى مبنى بالعالم الاسلامي، وهي الصومعة كان من المخطط انه تكون ناطحة سحاب. الصومعة ذات قاعدة كبيرة جدا، يعني تخيلوا حتى انه المؤذن يطلع الى الاعلى مو مشين، مو بالدراج، يطلع الى الاعلى عن طريق الخيل، عن طريق الحصان. وهي الأعمدة عندنا 100 عمود، كان من المفروض هي الأعمدة تكون أساسات المسجد اللي راح ينبنى، ولكن للأسف الحلم ما اكتمل. يعقوب المنصور صاحب هي الصومعة كان يحلم أنه تكون أطول مبنى بالعالم الإسلامي، كان يحلم أنه يبني هون أكبر مسجد باسمه، وذلك احتفالا بانتصاره بمعركة الأرك، المعركة اللي أخرت سقوط الأندلس مئات السنين. كل هاي الأعمدة تقريبا 100 عمود، كل هاي الأعمدة كان مفروض تكون أساسات لهذا الصرح الافتراضي، ولكن للأسف توفي والورثة ما عجبتهم الفكرة كالعادة. دائما المشاريع الكبرى اللي يصنعها الآباء يبيعوها الوارثون، لذلك اصرف ما في الجيب وعمره لحد يرث.
مئة من الأعمدة. وهاي صومعة حسان. يقابل الصومعة هذا المبنى الأبيض. هذا المبنى هو ضريح المرحومين المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس. كان مغلق لمدة 3 سنين من بداية وباء كورونا، والآن هو مفتوح. هذا الضريح من الجهة الثانية، بصراحة تصميم الضريح من الداخل رهيب جدا. حرس الملك الموجودين عند المداخل، كتابات والزخرفات مثيرة للإعجاب بصراحة. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. مميزات هذه المنطقة أنه في إلها إطلالة بانورامية على الرباط وسلا، وتحديداً على نهر أبو رقراق اللي يفصل بين المدينتين يوم الأحد، لذلك الساحة مليئة بالعائلات. بالمناسبة العطلة الرسمية بالمغرب هي السبت والأحد. هذا برج محمد السادس، أطول برج بأفريقيا، وهذا المسرح والمركز الثقافي، أكبر مسرح بأفريقيا. وهذاك نهر أبو الرقراق، أو مثل ما يقولوا له بالمغربي وادي بورقراق، اللي يصب المحيط الأطلسي. واد بورقراق يتابع مسيره بهذا الاتجاه لحتى يصب بالمحيط الأطلسي، وهذيك بآخر الصورة قصبة الوداية. كان رائع بصراحة، والجو تقريبا درجة الحرارة 23-24، الجو يعني أحسن من هيك ما في. طبعا من أهم المكانات لازم تنزور بالرباط كمان في منطقة اسمها شلة، وهي أقدم أثر موجود بالرباط، ولكن للأسف مغلقة حاليا، مغلقة بشكل مؤقت. الجامع الوراي جامع حسان، طبعا سكر هو على أذان المغرب، كل المنطقة بتسكر، أو يمكن وقت الصلاة بتسكر ترجع تفتح بعدين، ما عندي فكرة. هذا كان جامع حسان ممتاز، بعد شوي أذان المغرب. هذا المكان وسط العاصمة، نزهة 16 نوفمبر. دخلت على المسجد مشان أصلي المغرب. طبعا المسجد من جوا رائع جدا، جدا جميل، بس ممنوع التصوير، ما بعرف ليش، يمكن بس وقت الصلاة ممنوع التصوير أو دائما، ما عندي فكرة. بس لما طلعت من الصلاة كانوا مطلعين كل العالم من الساحة، وطلعوني أنا كمان. يبدو الساحة تغلق مع أذان المغرب، يعني آخر شيء صلاة المغرب، بعد الساحة تسكر وينمنع الدخول إليها لليوم التالي. ومعهم حق أنه يمنعوا التصوير، لأنه راح يصير إزعاج للمصلين من كثر مو حلو، ما راح يفضل مكان بسبب التصوير. هاي الصومعة ليلا، هذا المركز الثقافي ليلا، وأكبر أكبر مسرح بأفريقيا بالمناسبة، مسرح محمد السادس. وهذا نهر بورقراق، وما قابلنا مدينة سلة، تراموي يعبر من هون. صومعة حسان وراي، ها هي الرباط بالليل. الرباط بالليل شكل ثاني، مدينة الأنوار. مغرب مزيان بزاف، الشرف لنا. الله إن شاء الله يديم الأمان والسلام على هالبلد. مرحبا. قلوبنا مع فلسطينيين وسوريا، نتمنى من الله النصر والعزة إن شاء الله. بارك الله فيك، آمين آمين. شكرا جزيلا يا شباب. شكرا لك أنت أيضا. بارك الله فيكم، الله يرحم لكم الوالدين. والدينا ووالديك. والدينا ووالديك. آمين. والدي جميع المسلمين. هذا كورنيش مدينة الرباط، من أكثر الأماكن تكون مزدحمة خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع وليلا مساء. إيش اسمه هذا؟ حلزون. ممكن تعطيني شوي؟ بلبوش. بالمغربي إيش اسمه؟ بلبوش. طيبة بفوائد كثير. أنا لسه اليوم جيت المغرب أصلا. اليوم؟ مبارح الساعة 4 الفجر من المطر.
تخدم عيدك يا حرام. نصا من الطلب شوف بنت السيمه دابا وطلع انا ما يطلعش كروسه هي هذا هو المشكل انا غنقلك الصوره هذه هي المغربيه فنون الشارع هزيج المغربية نعم كورنيش ينبض بالحياة هون على كورنيش الساحل وتحديدا جنب قصبة لوداية كل الناس الحبايب مع حبايبهم الأصدقاء مع أصدقائهم مكان مناسب جدا للسمر والاجتماع بالأصدقاء والعائلة خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع. المشكلة الصورة أحلى بكثير من الشيء اللي عم يطلع قدامكم على الكاميرا لأن الدنيا ليل تعرفوا الكاميرات أكثر ما تصور بشكل كويس بالليل بس الأجواء رائعة جدا بصراحة. على قد ما في حياة تحت عند البحر على قد ما المدينة القديمة هادية هاي الصبح تعج بالحياة هاي بالخلال النهار ومتعج بالناس جعت هذا عصير قصب هو مشروب صيفي بس ما بعرف ليش فاتح بالشتاء السلام عليكم إلك ممكن تعطيني وحدة بس كأني شفت بيحطوا معاه ليمون انت ما بتحط معاه ليمون بنحط معاه ليمون انا اول مره بحياتي راح اشرب عصير قصب مرحبا بك شكرا ليمون ما شاء الله يختلف عن مصر انه بيحطوا معاه ليمون قصب السكر ها هي النبتة اللي يستخدموها يعصروها بالماكينة نعم انا قلت يتميز عن اللي في مصر انه هذا فيه ليمون ان شاء الله بروح مصر بعد شهرين بشوف ان شاء الله شكرا احلى كوباية الاخي ايش اسمك محمد هذا الاخي محمد شكرا احسن اسماء بارك الله بك وليك انت بالمجان لا الله اكبر احنا اهل تسلم ايدك واحد خمسة درهم يعني نص دولار الاسعار كلهم كاتبين الاسعار فوق السلام عليكم حلو انه المنيو بالعربي شوف ايش ناخذ تقريبا ما في حدا غيري بالشارع مثل القرد فن الزليج بالمناسبة فن الزليج وهذا الشيء الأزرق مثل السيراميك شفناه بأكثر من مكان شارع سيدي فاتح وهون شارع العلو بما انكم وصلتوا لهم بفيديو الرباط معناها الفيديو عجبكم شكرا جزيلا للمشاهدة والصبر نشوفكم بوجهة قادمة ان شاء الله لا تنسوا الاشتراك والتعليق
التعليقات والإعجابات. شكرا جزيلا. هذه المغربيه.